يا منذ 1985، ثم مفتشا لنفس المادة لمدة 23 سنة. شغل منصب رئيس الجمعية المغربية لأساتذة اللغة الإنجليزية لولايتين ما بين 2016-2018. حاصل على شهادة إجازة في اللغة الإنجليزية وأدابها، شهادة أهلية أيضا لتدريس اللغة الإنجليزية، شهادة مفتش التعليم الثانوي. ساهم في تأليف كتب مدرسية للغة الإنجليزية يتم استعمالها بالمدارس الثانوية بالمستويين الأولى والثانية بكالوريا. ساهم أيضا في تأليف سلسلتين من الكتب المدرسية للغة الإنجليزية للتعليم الابتدائي. ست مستويات لكل منهما. نشر العديد من المقالات حول تدريس اللغة الإنجليزية والتطوير المهني للأساتذة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. شارك كمحاضر ومكون في العديد من المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية. اهتماماته الرئيسية تدريب وتكوين أساتذة، تطوير المواد التعليمية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس والتكوين. ألف كتابا باللغة الإنجليزية حول الأدوات التعليمية واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتطوير المهني للأستاذ من منظور الممارس سنة 2020. له أيضا منشورات الجمعية المغربية لأساتذة اللغة الإنجليزية، فنطلب منكم أن تحييوا جميعا الأستاذ محمد حسين فليتفضل مشكورا. السلام عليكم أيها الحضور الكريم، أشكركم جزيلا على حضوركم في هذا اللقاء وتشريفنا بالاستماع إلى ما سنقوله في هذا اللقاء. بداية أشكر رابطة المراكشية للثقافة وإحياء الموروث الشعبي بمراكش على استضافتي لهذا اللقاء، خصوصا الملتقى الثقافي مجالس الفؤاد في رياض بن عباد، وهو الملتقى الذي يأتي في إطار مناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، وإظهار هذا بشكل جميل في البرنامج من خلال تنوع اللغة الفرنسية، العربية، السامية، الأمازيغية إلى آخره، وأيضا حيث تنوع المواضيع كاين القصة القصيرة، الرواية، الشعر، الزجل إلى آخره، وأيضا تنوع المرجعية ديال مشاركين من طبيعه المغاربه ديالنا، وكاين السنغال وكاين اليمن، كاين واحد التنوع الثقافي يعكسه هذا الملتقى. بالنسبه للمشاركه ديالي فهو بمجموعه قصصيه شبه تكديسيه كتبت على مراحل مختلفه، كاين فيها اللي كرجع 10 سنوات سابقات وكاين اللي جديد، والرابط بينها هو ذاك التنوع الثقافي وهذاك التجاور بين ثقافات متعدده نظرا للخلفية الثقافية والأكاديمية ديالي أنا بحكم المرجعية الأنجلو ساكسونية وبحكم الثقافة المحلية اللي هي وطني عربي. هذا التجربة كيخلق شي حاجة جديدة سواء من ناحية المواضيع أو من ناحية اللغة الأصل، وخا هي العربية راه كاين تأثير ديال تقنيات اللغة الإنجليزية غتبان في اللي قرا غيبان ليه، راه ماشي اللغة العربية بوحدها، اللغة العربية بواحد المسحة من لغة أخرى. هذا كيعطي واحد الشيء جديد اللي هو ربما جميع حداته، عاد بالاضافه للتقنيات ديال الصوت والتقنيات ديال القصه القصيره، كاين واحد نوع من التزاوج بين الثقافتين. شكرا جزيلا واتمنى لكم اللقاء الممتع. مدينه الدار البيضاء، ما كانش جيتينا من الدار البيضاء ولا حاصل من مواليد مدينة الدار البيضاء، حاصل على شهادة الدكتوراه في الإسلاميات وتحليل الخطاب، عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية وعضو النادي الأدبي بمراكش، عضو اتحاد المثقفين العرب ببريطانيا، وعضو الرابطة المحمدية للطرق الصوفية، عضو مشارك في المؤتمرات والندوات العلمية الدولية والمنتديات الثقافية والمنابر الإعلامية، حاصل على درع المثقف العربي من اتحاد المثقفين العرب،
حاصل على عدة شواهد فخرية من مؤسسات جامعية وجمعيات ثقافية، له مجموعة من الإصدارات: فن الترسل، النشأة والتطور، الانسياح الأسلوبي في الخطاب القرآني، التحليل اللغوي للخطاب البنية والدلالة، تشكلات خطاب الترسل السياسي السجالي، تحليل الخطاب الشعري المعاصر مقاربة نصية، المعايير النصية في النص الديني والدرس البلاغي والنص الأدبي، وآخر إصدار له هذه السنة في رحال ديوان على النهج. الكلمة الآن إلى الدكتور عبد الإله جليل بقراءة النقدية للكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء الرابطة المرة بالشيعة لإحياء النور الشعبي وعلى سيارة ثالثة القوافي الأستاذة أمينة حسين على التعاون المشارك في هذا الحفل الثقافي، والشكر موصول كذلك لإدارة هذا المركز الثقافي التي أتاح لنا فرصة اللقاء مع مجموعة من النجوم الليلة ومجموعة من الأصدقاء. كذلك أنا سعيد أن أكون ضمن هذه النخبة المشاركة في هذا النشاط الثقافي، نقادا وشعراء ومثقفين. مداخلتي ستكون مختصرة ومختزلة، سأتناول فيها بالتحليل والدراسة أحد الإنجازات الإبداعية في مجال السرد للقاسم محمد حسين في مجموعة القصصية الشيخ القديس، ولقد اخترت عنوانا لها شعرية الوصف في المجموعة القصصية الشيخ القديس، اقتصرت فيها على نموذجين مضطرب لضغوطات الوقت والوقت الذي طلب مني الأستاذ حسين أن أدرس الإنتاج. هناك تراكمات لمجموعة من المؤلفات ولمجموعة من العنوان، حاولت أن أجد متسعا ووقتا تسعيحا لأدرس نموذجين فقط من هذه المجموعة القصصية، وهي أقصوصة شبه القديس وأقصوصة بين سماء صافية وفضاء أزرق وأخضر. هذا الإنجاز يندرج ضمن النماذج السردية التي عرفت نوع من التطور على مستوى البناء للتجاوز المقاييس الكلاسيكية السردية التي عرفت كانت تعتمد ثلاث أقانيم، هي البداية والوسط والنهاية أو ما يسمى بالاستهلال والعقدة والانفراج، وعرفت تجاوزا لهذه النمط الذي يسمى بمعرفة ما يعرف بخط النظام لهذه الأقانيم الثلاثة ضمن خطاط السردية الجديدة تتعدد فيها أنواع الاستهلالات. فنجد هناك الاستهلال الدينامي، وهو أن السرد عندما يبدأ في سرد الأحداث يبدأ بوضع الشخصية في مأزق عليه أن يجد لنفسه مخرجا. ثم هناك الاستهلال التقدمي، وهو استهلال يسعى من خلاله السارد أن يستدرجنا لكي يعرفنا على الشخصية الرئيسة. ثم هناك الاستهلال الثابت، وهو استهلال يسعى فيه السارد إلى تأتيت الفضاء الحكائي الذي يريد أن يبني عليه متنه الحكائي. والسارد في هذا الخضم يسعى دائما خلال هذه الاستهلالات يسعى إلى إثارة انتباه القارئ وإقحامه في النص وأسره فيه، إما بإغرائه بالجديد على مستوى اللغة والشكل والموضوع، وإما بتشويقه إلى اكتشاف مغالق ومجالي سردية لا تمثل مواطن الضوء الإخبارية والدلالية التي استهل بها السرد القصة. مجموعة قصصية شبه القديس اقتنت بمشاهد استهلالية عديدة، فعلى سبيل المثال أقصوصة شبه القديس الاستهلال فيها تقدمي، وهو استهلال متسم بالتدرج والهدوء والاستقرار ليقربنا من الشخصية الرئيسة، من شخصية مارتا زوجة الأب جوليان. وقد أقحمنا السارد مباشرة في القصة، ولعل الحدث الذي استهل به القصة هو ما قبل النهاية، طبعا حال أن النمط القديم أو ما يسمى الخطاط السردية القديمة كان السارد يعتمد تدرج الكرونولوجي، مقدمة موضوع نهاية. الآن هناك خط لهذا النظام، السارد يبدأ إما من النهاية أو من الوسط، ثم تكون هناك استرجاعات لكي نعرف الزمن
الأصلي، ولكن أنا لم أدرس الزمن، لأن الزمن هناك زمن خطاب وزمن قصة، وزمن الخطاب مع زمن القصة لا يتساويان، لأن زمن الخطاب هو زمان الحكي، أما زمن القصة وهو الزمن الذي يأخذ الترتيب الكرونولوجي. مثلا السائل يحكي لنا مثلا عن شخصية معينة في الساعة 12، ولكن الأحداث لهذا الشخصية بدأت مع الساعة 8 صباحا، إذا زمن القصة هو 8 صباحا ويأخذ الترتيب الكرونولوجي، أما زمن الحكي وهو الذي بدأ على الساعة 12. إذا النهاية بدأ قبل النهاية بعد الشيء، وهي اللحظة التي جاء فيها الأب جوليان وطرح السلام على مجموعة من الشباب الذي كان يقفون بمعية زوجته مارتا، لينهي هذا اللقاء بأن وضع يده على كتف زوجته ويضمها إليه، ثم يذهب سوية في الطريق وهما يعودان أدراجهما إلى البيت، موجها إليها ملاحظة هي عدم ارتداء مثل هذه الملابس الخفيفة، على اعتبار أن الفصل هو فصل الخريف وهو يعرف فيه مجموعة من التقلبات، لكن سرعان ما يعود الجوليان إلى استرجاع حواراته معه. أما النموذج الثاني مقصوصة بين سماء صافية وفضاء أزرق وأخضر، فالاستهلال ورد فيه استهلال ثابت وعليها بياض الشيء، وظهره الذي يميل إلى التقوس قليلا بحكم خشوعه المستمر، يعلو محياه سحنة من الرضا الشامل، متزوج بطبيعة الحال. أنا غير مثقفات، هناك حذف ليتخلص من الكاتب، عارف شنو النسائي، لأن ما بغيتش نمشي قال النسائي، متزوج منذ أكثر من 20 سنة. ثم يصف مارتا قائلا، مارتا في أواخر 30 من العمر، تصغر جوليان بعشر سنوات، كانت مارتا ذات روح رقيقة ومغربة في الحنان، لا تخفي تقاسيم جسدها المغري رغم تقدمها في السن، كانت مكتنزة بعض الشيء ما يسمح ببروز مفاتنها الأنثوية، كانت ترتدي لباسا خفيفا يظهر مقدمة الدين، كانت متزوجة بشخص آخر سيكون مآلها حتما مأساويا. شكرا أيها الرب، لقد كنت رحيما بمارتا وبي،